هالأيام معظم الناس عم بتحاول تشتغل من البيت على زوم. أحلى إشي فيه مرستق من فوق وبيجامة من تحت. كل أسبوع رح يكون معي ضيف أو ضيفة مع زوم على تطبيق زوم ليدرب كل شخصية من شخصيات رانيا شو على مهارة معينة. خلينا نشوف كيف ضيفي لهالأسبوع رمزي صلتي، محاضر في اللغات بجامعة ستانفورد الأمريكية، رح يتعامل مع ساشا أبي نجمة. والله تعبانة، وينه هاد؟ ما يكون الباسورد غلط. بونجورك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت الدكتور المحاضر للغة الإنجليزية، رايت؟ نعم نعم، أنا الدكتور المحاضر في اللغة الإنجليزية في جامعة ستانفورد هنا، حيث ندرس في أجواء أكاديمية اللغة الإنجليزية أوكي والعربية. أنا سوري لابسة عوينات الصبح لأنه عبكرة، يعني قصدي لأنه عيوني بيكونوا سمول سمول سمول، لأنه هلأ صاحية واعية عفرق الوقت أنه أنت بأمريكا وأنا هون عم صيدني، يعني عم بعمل لي عم أعمل جت لاج. عفوا، أنا في الحقيقة يعني لا أعرف من أنت، هل يمكنك أن تعطيني بعض المعلومات؟ أنا سوري مش حاطة ميك أب، يعني لسه هلأ واعية. ساشا أبي نجمة، فنانة لبنانية، عندي غنية أنا. لا، في الحقيقة نحن لا نعرف هذه الأغنية أو هذا النوع من الفن هنا في أجواءنا الأمريكية والأكاديمية، يعني في جامعتنا للأسف. يمكن بالجامعة، يعني ما قلكن على الفن، بس لو كنت بلبنان أو بالوطن العربي أكيد يعني أنا عاملة طنة ورنة، عرفت؟ أنا في الحقيقة لا أعرف كثيرا عن هذه الأشياء أو هذا النوع الطراز من الفن. يعني أنا عشان هيك حكيتك، لأنه بدي مساعدتك أحكي أمريكي، لأنه فانزيتي أنه عندي فانز كتير بأمريكا عازمين انه اعمل هنيك حفلات بولايات يعني عديدة، مثل ولاية سان دييغو وماساتشوستس. عفوا متمازل، يعني سان دييغو هي ليست ولاية، هي مدينة في ولاية كاليفورنيا. اوكي، فيعني جاي على كاليفورنيا. نعم، وسان دييغو مدينة في ولاية كاليفورنيا، يعني وبعيدة جدا عن ماساتشوستس. اوكي، فانه هيك فانزاتي من الجاليات العربية عم بيستنوني انه انا اكون هنيك احيي حفل، بس اكيد لازم احكي امريكان يعني لما انا هنيك مع الفانزات. فبدي الاشياء اللي دائما يعني بتصير معي، بتعرف انه لما الواحد سيليبريتي احيانا في مضايقات، فبدي اعرف مثلا كيف فيني اقول شيل ايدك بالامريكي. Get your hand away from me. 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 No paparazzi please. No paparazzi please. هيدا زي البيبروني على البيتزا. لا غيره. هي باباراتسي وبيبروني، كلمتين مختلفتين يعني. خايفة لخبط بلاها. يعني في عبارات كثيرة يمكنك أن تستخدميها هنا مع الجالية العربية في أمريكا، يعني نحن عندنا جالية كبيرة هنا والحمد لله، وثقافة عربية أمريكية متواجدة في جميع أنحاء أمريكا، يعني فهذا شيء طبيعي أن نستقبل. Can you speak with me English? So we're going to officially talk about the Arab community here in the United States. We're an integral part and fabric. Sorry, doctor.
قصدي يعني اعطيني كلمات زي شيل ايدك، كم هير، ياي، خي، شو حلو، هيك يعني اعطيني. I am delighted to be here among my fans. I am delighted to be here amongst my fans. My fans. My fans. My fans. Of, in American, my fans. Okay, fans. Hey. It is an honor for me to share my music with you all. Hello. It's an honor. يعني فخر ما هي؟ ده رائع رائع. To share my music with you all. With my beloved fans. اي لو حبذا لو نركز شو قليلا يعني دكتور مش وقته هلا نزار قبانه وتعمل لي شعر وتعمل غزل. لا ولكن في نفس الوقت يعني هناك طرق راقية للتعبير يعني we want to speak in good English so that we can reflect a good image of ourselves. خلاص حبيتك لأنك حبيتني رح أعمل لك كادو وخلي لك تيكتس على الباب تيجي تحضرني بسان دييغو. يعني أنا بصراحة يعني لست من المتابعين هذا النوع من الفن للأسف يا ماتموزيل ساشا. إيه بس يعني حدك سان دييغو يعني فشخة بتيجي بتحضر إنه بتروح. لا 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 نحن على بعد 6 ساعات في السيارة عن سان دييغو يعني هي مدينة بعيدة جدا. ماساتشوسا. طيب. لا ماساتشوستس أبعد هي ولاية يعني يجب أن نأخذ الطائرة وسيارات ولنصل إليها هي بعيدة جدا يعني هي في أقصى الشرق ونحن في أقصى الغرب يعني. ولك يا منال الحقي شو متعهد الحفلة طلع نصاب لا في حفلة بأمريكا ولا في سفرة يا ماما. يا ربي هادي ساشا يعني يما في مشكلة بالإنترنت عمالة تحكي مع دكتور أكاديمي وبتستعمل لك اللبناني مينو يا الله مش فاهم يعني أنا عم بحاول أفهم منها يعني شو هدف التدريس معاها لا فقعدت طبعا